المناظرة الوطنية للجبايات ديال هذه السنة تتميز بواحد المعطى أساسي وهو الدور ديال الجماعات الترابية في التنمية والدور للجماعات الترابية في الاستجابة للحاجيات ديال المجتمع والجاذبية ديال بلادنا للاستثمارات ومن الناحية الاقتصادية. فلذلك اليوم اللي هو أساسي أن التوصيات والاتفاق تم على أن هذا الجانب ديال الضرائب ما يبقاش مشتت ما بين الضرائب الوطنية والضرائب المحلية، يكون واحد المدونة عامة ديال الضرائب اللي تتعني الضرائب الوطنية والضرائب المحلية. علاش؟ باش أولا المواطن، أي مواطن أو المستثمر، يكون أمامه واحد الإطار قانوني موحد. ثانيا التقليص ديال العدد ديال الضرائب وديال الأتوات. اليوم المستثمر، المواطن العادي، مول القهوة، التاجر، أي مواطن تيتيه في الجانب ديال الضرائب الوطنية والضرائب المحلية، بحيث أنه كاين واحد العدد كبير غير في الجامعات، كاين أكثر من 24 ضريبة رسم وأتوة، فلذلك غادي يكون واحد النوع من التقليص. المسألة الثالثة وهو التبسيط ديال الوعاء الضريبي، بحيث أن المواطن يرجع واحد الثقة بينه وما بين الإدارة الجماعية، بحيث أن هذيك الضريبة يكون عندها واحد المنطق، يكون عندها واحد المعنى. كيف ما مني تنخلصوا الضريبه على الشركات ولا على الضريبه على الدخل، مني تنتخلصوا ولا مني تربحوا، كذلك على المستوى المحلي غادي نخلصوا واحد الرسم ولا واحد الضريبه مقابل واحد الخدمه ولا مقابل واحد العمل اللي تقدموا الجماعه للمواطن. خص لابد يكون واحد المنطق باش المواطن يساهم في الضريبه بطريقه مواطنه، ولكن بواحد الطريقه اللي يحس بالراحه ديالو. فاليوم هذه المناظره تاتي في هذا السياق، وتأتي في واحد السياق اللي هو ما بقيناش نتكلموا على الضريبة موزعة ما بين الوطني وما بين المحلي، في واحد السياق ديال التوحيد وديال الالتقائية وديال التنسيق بين هاد المستويين. معنى أن المواطن مني تتمشي عنده وتتقول ليه خصك تخلص ليا الرسم على كذا، الرسم على كذا، الرسم على كذا، وتخلص ليا المقابل على الاحتلال المؤقت وتخلص ليا، هو ما تيفهمش هاد العدد كبير وما قادرش مثلا واش البقال ولا مول القهوه واش غادي يقابل هو المشاكل ديالو، خصو ينوض في الصباح ويفتح المحل ويمشي يجيب داك الشيء اللي غادي يبيع، ولا يقابل الاداره الضريبيه في 24 طاكس. فلذلك خص هذا الشيء يتقلص باش يرجع المقروئيه لهذاك المواطن يقوم بالعمل ديالو، مصدر الرزق ديالو، يقابل مصدر الرزق ديالو، وفي المقابل داك الشيء اللي غادي يأديه الجماعة ويأديه يعني المدينة ويأديه الوطن باش يساهم في التنمية ديال البلاد، يكون في واحد الحدود معقولة من ناحية ديال الزمان ومن ناحية ديال المجهود اللي خصو يديرو باش يأديه. هذا هو الأساس.